حاج احمد من اسماعيليه اتفضل. السلام عليكم استاذ. سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا احمد؟ انا بتواصل معاك وبتصل بس مش عارف اكلمك، وعندي مشكله كبيره قوي مش عارف اطرحها لك على الهوا ولا لا. لو سمحت قول لي على الهوا، احنا ما عندناش مشاكل بنخبيها ولا عندنا حاجه بندريها. اتفضل. مش مخبيها هي عشان موضوع، انا عشان سلامه المشروع ما حدش يا حاج احمد. حاج احمد اتفضل. مشكلتك ايه يا حاج احمد؟ مشكلتي انا مشروع البتلو وتواصلت فيه وكان ماشي معايا ومكسبه هايل جدا جدا وعرفت كل الدولة فيه. المشروع وصل معايا في اثناء نص البيع اللي انا ببيعه اروح السوق واجي من هنا لميت القرشين في فلوس اتسرقت مني يا استاذ سامح. يا استاذ سامح سامعك والله كمل. في فلوس اتسرقت مني، فبعد ما حصل ده اتلميت على البهايم. اليوم اللي بحكي فيه رحت مودي البنك مع التاجر على طول، رحت راكب العربيه وعلى التاجر البنك على طول رحت مورد الفلوس. فدلوقتي انا في ورطه مش عارف اعمل ايه فيها، ودلوقتي البنك مش في اجراء قانوني. دلوقتي انت بتقول لي خدت قرض، لا اسمعني بس يا عم احمد، خدت قرض من البنك اللي هو قرض البتلو تمام؟ مشكلتك الفلوس بتقول لي اتسرقت مني؟ في اثناء البيع. في اثناء البيع وبعدين؟ اتعلمت بقى على طول ما فيش خمس ايام على ما بعت او بلم الفلوس واللي حصل ده. البيعه الاخيره رحت لامم فلوسي كلها ورحت موديها على البنك على طول دغري. تمام. العربيه اللي اشترت البهايم ركبت معاها على البنك على طول بيني وبين البنك. تمام تمام يعني. ايوه. فدلوقتي البنك دلوقتي جاني مره واثنين وثلاثه، دلوقتي قال لي لازم اجراء قانوني، اجراء قانوني اتنفذ. انت عملت محضر بواقعة السرقه دي؟ نعم. عملت محضر ان فلوسك دي اتسرقت؟ عملت، رحت المركز قالوا لي ما ينفعش المحضر دلوقتي. ليه؟ قال لك انت قعدت ثلاث اربع ايام، ما ينفعش. ازاي يا عم ده انا مهدد. ما ينفعش ليه؟ رجعت تاني. هو في انت دلوقتي لو انت لو واحد ماشي لا قدر الله وقع منه موبايل او فلوس او اتسرقت ما بيروحش يعمل محضر يا عم احمد؟ بيروح يعمل. رحت عضو مجلس الشعب. انا ايه علاقه عضو مجلس الشعب بالكلام ده؟ طب قول لي ايه المطلوب مني انا دلوقتي؟ انا لا انا رحت لده علشان يكلم واحد قريبه يعمل لي محضر. ما اي مواطن من حقه يعمل محضر، انت بتقول لي الفلوس اتسرقت فرحت بعدها بثلاث اربع ايام، يعني انت نفسك مش مهتم يا عم احمد؟ وعملت فاكس وعملت انت مش مهتم بالموضوع يا عم احمد. يا حاج احمد بس عشان وقت البرنامج قول لي حضرتك طلبك ايه مني علشان احاول اساعدك فيه. يعني انا مش عارف دلوقتي اعمل ايه. لا انت دلوقتي واحد فلوس اتسرقت وعليه مديونيه للبنك، انا المطلوب مني ايه؟ انت مش يعني ايه المطلوب وانا عنايا الاثنين؟ دلوقتي في جزء اتسجل. ايوه. الجزء الثاني ده اعمل ايه فيه دلوقتي انا؟ دلوقتي الحكومه بتيجي. من حق ما هو البنك لازم يسال على فلوسه. طب ما انا عارف. طب طب انا اعمل دلوقتي ايه فيه يا استاذ سامح؟ يعني انا بره البيت خالص بعيد دلوقتي. ايوه قول لي ايه المطلوب وانا عنايا يا حاج احمد. طب يعني دلوقتي يعني مش ممكن دلوقتي يصبروا شويه على ما نشوف نعمل في الحاجه دي؟ حضرتك تقدم في البنك طلب للجدوله او تقول لهم ان انت عندك حاله تعثر وتشوف هيجدولوا لك المبلغ. مش موافق الكلام ده عليه يا استاذ سامح، بيقول لك نعم يا استاذ سامح. ايوه. قلت له ودي تناظر دي برضه، قال لك لا مصر ضغط علينا مشروع البتلو، مصر ضغط علينا. ما هو مش بيقول لك مصر ضغط علينا، في ناس كتير قوي مقدمه في مشروع البتلو، فالبنك بياخد الفلوس اللي اداها للناس. أيوة. علشان يديها لناس ثانيه وعلشان يشتغل. انت دلوقتي حصل عندك مشكله، اسمعني يا حاج احمد، في ناس معايا عايزه تخش وتتكلم. انت دلوقتي تروح البنك بكره تقابل مدير البنك قول له انا انت فاضل عليك كام؟ عليك 85. 85000؟ انت كنت واخد كام يا حاج احمد؟ واخد 150. انت توافق لك على 150؟ ايه الضمانات اللي انت كنت مقدمها؟ نعم. كنت مقدم ضمانات ايه؟ لا الموضوع عندي بهايم كتير يا استاذ سامح، هم شافوا الزريبه وشافوا كل حاجه. ايوه الضمانات بتاعتك كانت البهايم بس؟ البهايم انا راجل مدير البنك عارف. مش انت الحاج احمد بشرى؟ مش انت احمد بشرى؟ ايوه. مش انت حضرتك اللي كنت من سنتين بتدور على قطعه ماشيه واحده بس؟ ايوه. واحنا ساعدناك وجبنا لك قطعه ماشيه واحده عشان تشتغل بيها. لا استنى بس خلينا نفتكر مع بعض كده على الهواء. ايوه. واحنا الحمد لله بتواصلنا مع احد الجمعيات الخيريه جبنا لك قطعه ماشيه، وهي دي كانت النواه اللي انت اشتغلت بيها؟
بسم الله ما شاء الله وصلنا دلوقتي ان احنا خدنا قرض ب 150,000. يا استاذ سامح استاذ سامح انا شهدت بالله دلوقتي اللي زي حالتنا ربنا ما يعني مش عارف اقول ايه بس سبحان الله الدنيا قامت وقعدت على اللي جاب الحاجات دي جابها ازاي جابها عمل ازاي الدنيا مش عارف اللي زي حالتنا مش عاوز يعيش في الدنيا خالص باين عليه. انت بتدخلني في موضوع بشكرك يا حاج احمد روح بكره لمدير البنك قول له انا عايز اجدول ونشوف ايه الضمانات وايه الاجراءات اللي هاخدها معاك.